جوك على 90.3 وتحفل العشوية. 1 2 3 4. من الاثنين للخميس من الاربع للستة تلقى جوك على 90.3 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 90.3 على الحياة فام. حفالي وجونا عالي. جوك على 90.3. مكملين معكم دائما بالحكايات ولقيت هذه ديما نمشيو نحكيو على موضوع اجتماعي وموضوع مهم ويمس التونسي. تو دو سويت في التور دو تابل. تو سويت التور دو تابل وقيت التور دو تابل. الوغ اليوم يمشي مع الجورني مونديال دي تروبل بيبولير. هو اليوم العالمي لثنائي القطب. الاضطراب هذه ثنائي القطب هو اضطراب نفسي, ومن خلال هاليوم هذا حبينا نشوف التونسي وعلاقته مع الصحة النفسية. هل انه واعي بصحته النفسية؟ هل انه يعني العقلية تبدلت او مازالت لهنا لمحاله؟ خل نسال ساعه قبل الجماعه. حمزه, عندك علم ايش معناه اضطراب ثنائي القطب ساعه ولا؟ والله شكون لك نحب نكتشف الحقيقه. تحب تكتشف؟ اما تسمع بي نسمع بيه بيان سور. اما نحب نزيد نكتشف, ما عنديش معلومات كافيه, ما نحب نزيد تسمع بيه اللي هو اضطراب نفسي. نفسي صحيح. فوالا تبغي تسمع بيه زاد كيف اللي هو اضطراب نفسي. قبل ما نمشيو للميكرو تروتوار, الوغ جوست احنا برشا من التوانسه, باش ما نقولش الناس الكل, برشا التوانسه تنجم تصادف منهم او يشهدوا على أعراض من الأمراض النفسية. والكلمة الشهيرة اللي نقولوها الكل ستريس 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 ميسيلش ستريس نقص من ستريس وإلا الغش اللي هو ينجم يكون أعراض أكثر من هكا برشا. ألوغ مشكورين الزملاء اللي خرجوا للشارع التونسي ومشينا سألنا التوانسة كيف ما العادة وهذا شنو قالوها. التونسي كله برا طبيب نفسي هسه كاين زلنا مع الثقافه نتاع نمشي بالسيكاتر. انا ضيف ياسر نمشي هلا نعلق عليهم نمشي بطبيعتي. كان روحي في ديبرسيون نمشي عادي يقلق نمشي. علاقه مزيانه برشا مثل فيها انه التونسي عمره ما يكون مريض. علاقه خايب ديما يسخالي لي طبيب نفسي معناتها اكيد واحد كومبلكسي ولا مجنون ولا ما يعرفوش. الطبيب النفسي نجم يكون انسان يمر بازمه عاطفيه ولا صحيه ولا حاجه يسحق طبيب نفسي انه يرتحوا هكا شويه اعصاب. اما احنا مشكلتنا الله غالب نفهموش الطبيب النفسي ديما نمشيو للجانب نيجاتيف. هي كي نمشي نحس براحتي معادي عند كما فرق كبير يعاون معايا هي الحق يهز معايا كي نمشي له يعني نعدي لابس نحس براحه بتفرهيده يعني نكون هكا مضغوطه يعني تو كيما هكا تقسم قادي نحس روحي مضغوط يبقوا يضحك يعني وحاجه عاديه عندي ماشي من عند طبيبه يعني الحمد لله لابس. ما يحبش يمشي للطبيب نفسي خاطر يولي يقول لك يحسب حاسبيني مهبول بيعطي في الكورميديكال. نبدا مسحق الطبيب نفسي نمشي علاش ما نمشيش. الو هذا كان الميكرو تروتوار اللي عرضنا وهذا كانت ارائكم. احنا حابين نحكيوا على الموضوع اكثر. يشرفنا انه تكون معنا الطبيبه النفسيه مدام منال دردور معنا في التليفون. مرحبا بك دكتوره. الو مرحبا بك ومرحبا بمستمعينا الكل. يعيشك. مرحبا بالحاضرين في الاستوديو. يعيشك مدام منال. الوغ كنت تسمع في الميكرو تروتوار اللي كانت اراء التوانسه. الوغ بما انه كما قلنا اليوم جورني مونديال دي تروبل بيبولير حابين نخرجوا ونسالوا على الصحه النفسيه اون جينيرال. اسكو التونسي واعي بصحته النفسيه واهميتها؟ هل انه فما علاقه ما بين التونسي والطب النفسي؟ تصلحت شي العلاقه؟ هل انه ولا عندنا يعني كيما الطب حاجه توجع فيك في بدنك سي بون تحس روحك باغ اكزومبل تستحق انه تشوف بسيكولوج تمشي وتشوف بسيكولوج ام لا؟ كيما كنت تسمع الاراء تراوحت ما بين ايه ولا؟ حسب رايك انت دكتوره هل انه التونسي واعي بصحته النفسيه واهميتها؟ به الحقيقه هو الوعي في تحسن اما ما هوش 100% كيما نحبوا.
على خاطر نقعدوا ديما بصفة عامة بطبيعة نمشيوا للطبيب النفسي إذا كان سيء، إذا كان كما يقولوا اتخذت يعني ساعات بداية اضطرابات تبدأ حاجات خفيفة تبقى مش الناس الكل جي من الأول برشا يمشيوا للطبيب النفسي وقتها جرب الحلول الكل العربي والحلول الأخرى الكل وقتها ما مشيش وقتها آخر حل نمشيوا للطبيب النفسي. وساعات حتى نمشيوا تعرف معناها فما بعض العائلات ساعات تمشي للبعض الأسف الدجالة معناها الرعواني الحاجات هذيك وبعديك نذكر الطبيب النفسي وقت الأمور تولي ما تعجبش بالكل في آخر المطاف. ألوغ كيما قلنا يعني اليوم اليوم العالمي اضطراب ثنائي القطب، فما حسب إحصائيات الاضطراب هذية يأثر على نحو 60 مليون شخص في العالم، والأعراض متاحة كما نوبات الهوس وين ساعات الشخص المصاب يحس روحه ملول في قمة السعادة وبعديك تتنحاله الانرجي هذيك وكمبليتمون تولي العكس. ساعات كي يكون عنده شخص هالأعراض هذية يقول لك باغ اكزومبل هذيك هي طبيعته ولا هذيك المود متاعو، يعني كيفاش الانسان او التونسي يولي باغ اكزومبل يفرق وينحي عليه باغ اكزومبل الكلمات العاديه ستريس ستريس الخدمه ولا على غالب هذيك طبيعته ولا اش باش تعمل وهذيك هو. الوغ كيفاش نجمو نحافظوا معناها التوانسه اللي ساعات راهو ينجموا هذوك اعراض نتاع مرض كيما اضطراب ثنائي القطب؟ الحقيقة الحاجة الأولى لازم نفرق ما بين المزاج الطبيعي والمزاج اللي هو مضطرب ويدخل في الاضطراب هذا اللي هو ثنائي قطبي. قبل كل شيء ايش معناها ثنائي قطبي؟ علاش التسمية هذية؟ على خاطر في الاضطراب هذية الشخص المزاج نتاعو يمشي من كيما نقولوا من الاكستريم للاكستريم من النقيض للنقيض، ما ثماش اعتدال في المزاج وينجم من فترات تتعدى في حياته يكون في حالة اكتئاب شديد وساعات عنده أفكار انتحارية وما عادش عنده في الدنيا وحزين وكئيب ويبكي. حالة اكتئاب بعد فترة يولي العكس هي حالة من الابتهاج، أما هو الابتهاج الغير عادي الابتهاج اللي يحس فيه في السعادة العارمة اللي أكثر من لازم اكستريم. شنو العادي وشنو المش عادي؟ الطبيعي كلنا مزاجنا يتقلب، إما في الحالة الطبيعية المزاج يتقلب لسبب واضح، مثلا احنا طبيعي انسان صارت له حاجة خايبة مش يبتئس، مثلا انسان توفى له شكون صارت له حاجة خايبة ينجم يحس بالحزن، بقى الحزن هذا يكون مؤقت يكون مرتبط بسبب ويكون معتدل يعني مقارنة بالحاجة اللي صارت. بينما في الاضطراب الثنائي القطبي الحزن هذا في أوقات ما يكونش عنده مبرر، ما تكونش فما أسباب واضحة وحقيقية، ويكون حالة من الحزن الشديد وساعات توصل حتى للأفكار الانتحارية. احنا كيف نحسوا بالسعادة زادة كيف نحسوا؟ على خاطر فما سبب، انسان نجح، انسان زاد له مولود، صارت حاجة تفرح دونك نفرحوا، وهي فرحة في حدود معينة. احنا كي نفرحوا مش نبتسموا باش نكونوا شيخين اي، اما في الحالة متاع الثنائي القطبي هو مش مجرد فرحة طبيعية، الحاجة الاولى هي فرحة عارمة بدون اسباب واضحة. الحاجة الثانية السلوك متاع الانسان يظهر غير طبيعي. نعطيك مثال، كون الانسان ينجم يولي يشطح في بلاصة ما هيش مناسبة، مثلا احنا كي باش نفرحوا نشطحوا في عرس مي هو ينجم يجي في الخدمة يولي يشطح مثلا معش عنده نسيون متاع شو اللي تعمل وشو اللي ما يتعملش لهالدرجة تنجم توصل توصل حتى ينجم مثلا سلوكيات غير طبيعية وأعمال طائشة. اش معنيها سلوكيات غير طبيعية وأعمال طائشة؟ مثلا ينجم الشهرية اليوم ياخذها يتعدى في طريق يصرفها يوصل للدار ما يكسبش تحته مليم من كثرة الفرحة، ينجم يظهر له هو كل شيء قادر عليه ويشري كل شيء، ينجم انسان راه في حالات قصوى ينجم حتى مثلا يمشي بدبش غير مناسب في الشارع ما يهموش العباد تغزر له ولا ليه، ينجم يغني في وقت اللي هو مفروض ما يغنيش فيه، يحكي مع ناس اللي هو ما يعرفهمش، يحكي برشا بدرجة كبيرة يعني يحكي والأفكار متاعه كيما يقولوا ما تقفش، يدخل من موضوع يخرج في موضوع لدرجة كونه الإنسان اللي قدامه ما يعرفش كيفاش يثبته. يعني نتصور واضحين تكون أي حاجة من نوع هذا إكستريم، وأي حاجة أكيد إكستريم راي ماهيش طبيعية. كيما يقولوا كل ما فات الحد انقلب إلى الضد. إلى الضد، معقول جدا. مدام من الأسكو العلاقة تحسنت مع الطبيب النفسي وليت العبيد واعية أكثر. هو أكيد في تحسن.
اكيد خير برشا من قبل الحقيقه. راه حتى كي قلت اللي ثم ناس بالحق يدوروا معناه ما يجيوش فيس على الطبيب النفسي، ما هو النسبه هذه قاعده تنقص برشا ناس الحق واعيين اكثر. ثم برشا ناس يعطيهم الصحه معناها ما عادش عندهم مشكله مع الطبيب النفسي بالحق، معناها يلتجؤوا له في الاوقات المناسبه. تري بيان، معناها في جنب السلم وقاعدين معناها العبيد شخص في رواحة تقول لك كيما معدتي توجعني نجم نستحق زاد باش نشوف هكا ام سيكولوج، وعادي جدا مش لك الدرجة، مازلنا ما وصلناش للوعي اللي بوتيت فيه البلدان المتطورة، ولكن في جنب لكن في تقدم ونتأكد ديما اللي أي حاجة رو حتى كيما هكا الاستيراكس ونقص بكل شيء نفيقه به من اللور راهو العلاج نتاعو يكون ديما خير برشا من اللي فوقه نفيقه بصفة متأخرة. وديما ثم حاجات كي نلقفوها من اللول استيرابات نفسية من اللول راهو في ساعة معناها تتسلح وما تأديش معناها التعقدات من بعديك في الحالة النفسية. ولا يعني في كوتي اخر، يعني هل انه التونسي مازال يعني كيشوف باغ اكزومبل طبيب نفسي هكا يخجل انه يقولها الحكايه ويحس روحه يعني كانها حاجه طبيعيه، ولا سي بون، ولا التونسي حسب معرفتك انت سي بون كي يمشي البسي عادي جدا كانه مشى لاي طبيب عادي؟ الحقيقه الوعي كونه نمشيو للطبيب النفسي هو خير برشا، اما نظره المجتمع مش كلها تبدلت، ثم برشا ناس يجيو للطبيب النفسي عادي، اما يقول لك اني الحق العائله نتاعي مش الكل تعرف كان المعصبين راهو نخاف مثلا للعباد تسمع بيا، لانه زاده يقول لك ساعات راهو كي يسمعوا نمشي للطبيب النفسي او ساعات تعرف معناها سواء في الخدمه ولا وبريجوجي على الحاله. صحيح بالضبط، لانه مش الناس الكل الوعي نتاعها خير، ثم اللي بالنسبه لي طبيب نفسي عادي، ثم بالنسبه لي مازالت عنده افكار مسبقه هذاك علاش ثم الناس تتفادى تقول اللي هي تمشي لطبيب نفسي وتجي الحق يعني في كنف السريه. الحمد لله اللي ساعه احنا في تطور في الحكايه هذه، خاطر الحقيقه كمان زاد الامراض النفسيه تنجم تكون خطيره، مش تنجم تكون، هي خطيره وتنجم تاثر على الروتين الحياتي نتاع اي شخص. الوغ سي تري امبورطون ان الانسان كي يحس روحه لازم يشوف طبيب نفسي ويلقى العلاج النفسي انه يلقى. يعطيك الصحه دكتوره منال دردور اللي وضحت لنا هالنقاط هذه، واكيد كنت معنا ان شاء الله ديما هكا صحتنا النفسيه بخير. الوغ هذه يعني راهو يفو با نكونوا حاشمين يعني من الحاجات كيف من هكا، راهو بالعكس راهو الانسان يفو اسومي، لازم وقت اللي الانسان يكون مسؤول يرى روحه او الحاله نتاعو او قريبه او صديقه انه يحتاج انه يشوف طبيب نفسي او رعايه نفسيه. سي تري امبورطون انه يلقى هكا الرعايه هذيك ويلقى لونكادرومون اللي يستحقه، بالعكس يتعالج ويتحسن في حياته، واكيد ياثر على لونتوراج نتاعو بالبوزيتيف كي يلقى العلاج الكافي. الوغ هذا كان موضوعنا بالنسبه لليوم في التور دو تابل. التور دو تابل. الوغ احنا مازلنا متواصلين معاكم دائما على موجة الحياة فهم، ودائما مكملين بمختلف فقراتنا بعد الرعب اللي عمله لنا البارح حمزة بالشيخ. اليوم فما رعب في الحكاية؟ جينا حاب حاجة جديدة. قلنا خلينا نبدلوا شوية ما يسالش، نعطينا هكا لمحة فونقول رمضان شو باش يصير في رمضان. اليوم فانا حقبة زمنية. اليوم باش نعطيو باش نقولوا حكاية، معناها حكاية صارت قبل والعادات نتاعها قلت. داكو. فما كلمتين معناها صارت عليهم برشا حكايات قبل. الممارسة نتاعهم عليهم على كانت قبل موجودة برشا، لكن توا قلت بحكم تطورت الدنيا برشا والإمكانيات زادت تطورت برشا، خليكم تكتشفوا. فوالا هذه دعوة منا لكم باش تستناو بعد شوية أكيد الحكاية والكلمة والحكاية مع حمزة بشيخ سينون توتويت بالموزيكا ورجعينا. ستة تاشنا دقيقة بعد الخمسة، احنا مازلنا متواصلين معكم ومكملين معكم حتى لستة متاع العشية. الطقس الحقيقة في تقلبات واضحة وواضحة جدا، تردوا بكم على أرواحكم، ودرجات الحرارة بالنسبة لليوم في انخفاض زادة واضح بخصوص حتى الكامس دوغري بالنسبة لليوم، وفما التوقعات متاع أمطار. بالنسبة للناس اللي ماشية في ثنية تردوا بكم على أرواحكم، ديقة يا جماعة بقدرة ربي هكا نوصلوا السلامات.
وقت سينا لقيت هذايا دائما ننسوكم زاده بالحكايه تو سويت في كلمه وحكايه. كلمه وحكايه كلمه وحكايه. يا مرحبا وعسلامة اللي ديما هكا مونسنا وديما بحكاياته وبكلماته وبالحاجات اللي نعرفوهم سبيسياليتي حمزة بالشيخ. عسلامتكم مرحبا بكم الناس الكل. اليوم حاجة أور البارح البارحة سيبهم خليش اليوم... تر شعب التونسي مرقتش. لا والله بالحق برشا تفاعلات مشكورين العباد اللي بالحق اللي عجبتهم الحكاية الأسطورة اللي جبتها البارح وان شاء الله نمدكم هكا ديما بالحاجات اللي تعجبكم واللي تتحفكم ان شاء الله. أيوة. اليوم ما جيتش فارغ، اليوم جبت لكم برشا برشا معلومات وبرشا حاجات. أيوة. صارت قبل وكانت مردومه في قعر الخابيه، انا حفرنا اليوم. حفرت عليهم البارح هكا في الليل هكا باش. أيوة. باش طلعتهم الكلمات المزيانين. أيوة. يا سيدك بن سيدك، ناس بكري يقولوا الشتاء شده. أيوة. والربيع منام والصيف ضيف والخريف العام. شتي شده، هاي شتي شده، انا نتوقع عليك يظلي انا وياك فيها الحكي، ما نحبوش تحسبي. والربيع منام والصيف ضيف والخريف العام. صيفنا يصيروا فيه برشا امور وبرشا تويزات. ركزوا لي على الكلمات تويزات. تويزات باش نقبلها انا. فما حكايه باش نحكيها لكم، وبعد ما نحكيها لكم نحب نعرف ايش فهمتوا بعد ما تسمعوها. قال لك يا سيدي صبيه عدت الشتاء الكل في الجنوب. وأول صيف عيطولها للرغاطة. أما سيادتها عندها الخلاعة وماشية للشمال. اتغشوا عليها وطلعت مارقة. وكيف وصلت للشمال كيف كيف عيطولها للتويزة، والمرة هذه ما فيهاش لازمها تحضر تلقاش ولد الحلال. هذه راهي ماهيش تشانشينا ولا حاجة. حسيت هاني نتبع فيك، أنا قاعد نتبع في الغرزة. أي سيدك في الجنوب وليبيا يقولوا الرغاطة. وفي بعض المدن الساحلية والشمالية من بلادنا يقولوا لها التويزة، مهما كانت تسميتهم الحاجتين هذوما راهم هما نفس المعنى، هما المعنى واحد. التويزة والرغاطة كانوا يقصدوا بهم التعاون، وكانوا يستعملوهم باش يلموا النساء باش يعملوا حاجة صعيبة في أقل وقت ممكن، كيما تحضير العروسات، جزان الصوف وغزلانه، تثبيت القمح، العولة وغيره 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 وغيره. بالطبيعة لمتهم كانت بلاش فلوس، معناها بدون مقابل. المرأة كيف كانوا يعيطولها في التويزة وما كانتش تنجم تقول لا، وكان قالت لا ما تمشيش يعيطولها مارقة. هذاك علاش قلنا كلمة مارقة هذه راي أول مرة تقالت باللغة الأمازيغية. وكلمة مارقة ولا مارق أول مرة تقالت في حكاية التويزة والرغاطة، وكانت المرأة زادة كي تمشي للتويزة تحط الحطة، وكان عندها صبية فرصة كبيرة. ليفينمون اسمه التويزة ولا المرأة اسمها التويزة؟ لا 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 مش المرأة، ليفينمون هذا اللي هو كما نقولوا به مشي بشي ويجمعوا زيتون، مشي يتلموا، فماشي عرس في الحومة، فماشي كما نقولوا عولة، عولة حرث، كل ما هو لما يتسمى كل ما هو لما كانوا قبل يتعاونوا ويمشيوا وكل شيء ويحضروا ويعاونوا بعضهم بلاش فلوس. التويزة هي اللمة وهما والرغاطة، التويزة والرغاطة هما الزوز فرد نفس المعنى، لكن كل شيرة كيفاه نطقتها وكل بلاصة فاكر كي تقول التويزة ومعناها والرغاطة تعني فاك الليجكسيون هذوك بيان ديترميني معناها. وعلى ذكر صبايا في التويزة كانوا يوريوا رواحهم ويبداوا عاطين ما عندهم، تطلع شي واحدة من الحاضرين حماتها المستقبلية كما يقولوا. وفي لمتهم في التويزة كانوا ديما محفلينها اغنى واشعار وشتيح والجو ديما حفالي. وتويزة على تويزة كانت تدوم جمعة على جمعة ساعات من الصباح لليل. والتويزة مش مقتصرة على نساكها وزادة، اما تنجم تكون زادة فما تويزة رجال زادة. فهمتني؟ قبل يحكيوا لنا كباراتنا يقولوا ذي فازت العرافة، هي معناها كما يقولوا تصب في نفس المعنى متاع التويزة والرغاطة. كي يبدا ما عندهمش شكون عندهم برشا صابة زيتون ولا قمح ولا ما نعرف شنو، يتلموا حومة كاملة ولا عشيرة كاملة في الحقل ولا الضيعة هذيك، ويجيوا فهمتني يتعاونوا باش يكملوا كل حاجة هذيك ويعملوها. باهي. والعادة اللي كانت في تويزة النساء أنه الرجال كان ممنوع عليهم أنه يتعداوا من قدامهم. معقو مفهوم الحكي. وكان مرأة رات راجل
تشد اي حاجه قدامها كمغزل تغزبي في الصوف ولا ما نعرفش نيه طرف صوف تعمل هكا ترميها عليه وتقول له اي حكه جنابك. اش معناه لازم يعطي فلوس؟ لا مش يحكه جنابك يعطي فلوس يمشي يجيب لهم القضيه. كانوا الكاستي كما نقولوا التي ما يشربوهوش حفيان يشربوه بالصباط. وقتها اش معناه الصباط؟ معناه فيه الكاكاويه فيه الفاكهه فيه ما نعرف شنو فهمني. توا كان وقت الكسكسي وقت اللي عمل الكسكسي الكسكسو هي كيكة نفس العاده تقول له يحكه جنابك يمشي يجيب لها التي السكر. معناه غلط مسكين تعدى كهو ياك هو عاد يعمل تعمل هكا تشدك الحاجه في يدها عاده طيبه اي عاده طيبه تشدك المغزل هكا ولا من على الشين كل طرف السوق بتفديك صحيح حاجه تعمل هكا ترميه بتليل بتليل وشوف وشوف القوه وين بعد ما ترميها تقوم النساء تزغرت معناها شيء معناها هذاك تورط الراجل لازم صحيح ونساء تقوم تزغرت والراجل بالسيف عليه يلزم يشري لهم طرف فاكهه ولا تي. وكان العائله في مقدورها ولا باس عليها يذبح لهم ما فيها باس برشني ولا علوش ولا اللي هو توصل الحكايه للذبيحه اصلا حفله. وكان ما عندوش باش يقوم بالحكايه هذيك تقعد دين عليه للتويزه الجايه. معناه ما مش مسيبين صحيت هو حصل له دخل وراوه زغرتوا عليه كذا قلب راوه ما في حاليش اذا كان قلب فيها عليش اي التويزه الجايه راك مش تخلص ما فيش عليش. حمزه التويزه هذه والرغاطه قلت لي فرد معنى فرد معنى هاكا جاي باش نقول لك شو ما مازال توا باش نسمي لكم انواع التويزات والرغاطة اللي هي تصب فرد معنا. تويزة الحصاد تتسمى العرافة. يوم الحصاد هذاك اللي تلموا فيه الناس الكل يلي عايتوا لهم يقولوا لهم عنا يوم هو اسم يوم العرافة. ولا كل شيرة تقول كيفاش تسميها ثم شكون يسميها العرافة العرافة كل واحد كيفاش تسميها. وثم تويزة الحرث تتسمى تويزة الدولاب. وتويزة الرحي والعولة تتسمى اللمة. تويزة الزيتون تتسمى زادة المعاونة ولا العرفة كما قلنا معناها بكري. وهذوما أنواع التويزات اللي سميناهم وبرشا. وكانت العادة هذه أول ما طلع بهما زوز بنات أمازيغ. زوز بنات أمازيغ حصلوا تعاملت لأجل المعاونة. كانوا كما قولوا قريتين بعاد على بعضهم حبوا كما يقولوا يوفقوا كيفاش معناها يمشيوا لبعضهم ويعاونوا بعضهم وكل شيء. كما زاد عندك وقت العروسات وقت كيفاش كي يعملوا كل لمة كل شيء مخلف الفلوس إبراهيم كرمو أكل فما الوليمة عندها أسامي أخرين عندهم بيصير عندهم زردة يعطيك صحة زردة والوليمة وفما كي يصير فما معش طهور ولا حاجه كيما تولي اسمها حاجه اخرى. فما في العرس زاد يقولوا مش نقيموا ولا نحطوا النجمه ولا حكا حاجه كيما هكا مش يعني النجمه اللي هي الفرح معناها في بعض المناطق فهمتني الحفله اي ديما في سر العادات في الليل كي يتلموا يجيو الناس اهل الفرح كل شيء يعرفوا امل هما ما عندهمش مصاريف كافيه وكذا يعاونوهم فهمتني تسمى الرمو اي هذيك ما زالت توا موجوده العاده الكرسي يقولوا له طلعت برشا ورات بالملايين توا معنده سي ابراهيم والله من بكري وانا قاعده نتفكر في الحاجات الاخرين انا امي حكيت الوعده يعطيك الصحه الوعده فما الوعده زاد كي توعد فما كي تتصب الداله عندها اسم زاد يعملوا الكسكسي وشنو هو فزيتك عندها اسم كيما الوليمه ما هي مش وليمه الذبيحه مش معناها ذبيحه ولا باش يصدقوا ولا حاجه كيما هكا كل حاجه عندها جري الدم في تسيل الدم تسيل الدم هو كل بالحق محليهم والله عادات حلوه فما كلمات محليهم اما التوا هالتويزه والرغاطه هذه ما فهمتش من جهه هذه كلمات امازيغيه كلمات امازيغيه قلت لك زوز بنات معناها امازيغ قبل هما اللي طلعوا الحكايه هذه وتسميوا بالتويزة والرغاطة وكل شيرة كيفاش تنطقها معناها البلايص هذيا قلت لك معناها في ليبيا والجنوب التونسي كانوا يقولوا لها التويزة والرغاطة وفي الشمال والوسط نتاعنا يقولوا لها تويزة
واضح يعني. اما مازلنا نقولوا فما معنا عالد قرار. والله انا حضرت، انا حضرت مره في جمعان الزيتون، مره حضرت على فاز التويزه كي من هكا يتلموا يجيوا من كل بلاصه، ابني العم حتى الجيران الكل. اسمع يلي ما سمعتش، انا غدوه باش نمشيو نعاولوا فلان، يمشي وعنده برشا زيتون ولا عنده برشا صابه كلك سوا شنيه معناها الصابه، يمشي ومعاه يقعدوا كلك سوا معاش انا تكلف نهار نهارين جمعه لين توفى يعاونوا كذا، وبعد يمشيوا للعيله الاخرى وبعد يمشيوا للعيله الاخرى كل مره عيله. هذا طيب تو قلت لك راهي اندثرت. علاش اندثرت؟ بحكم تو الدنيا معناها تطورت برشا، ولات العباد كما نقولوا معاملين برشا يجمعوا بالفلوس ولا ما نعرف شنو، وعندها العباد الامكانيات والسرعه يحب معناها يجمعها في معناها الشيء الحديثه الاسوال صحيح الماكينات هذيك ما تنجمش تخفي هيك شيء. اي اما العاده، اما العاده هذيك عاده راهي انا حضرت عليها، انا صغير بالحق حضرت عليها، راهي حاجه واو على الاخر، راهو فيها جو، راهو تسمعك الاصوات النساء كيفاش يغني وكيفاش عاملين لك اللمه وكيفاه يقولوا فك الاشعار وكل كلام البنين مش من قعر الخابر. صدقني تقول يا ربي مين جاي، مازالت العادات مازالت اما قلت بيان سور. ديما نقولوا راه كل وقت ووقته، اما الحمد لله هكا فما حاجات مازالت ترجعنا للاصاله نتاعنا للزمان الحلو، اما مالوغوزمون كل وقت ووقته. توا احنا في وقت السرعه، ما نعرفش كي صح الزده حمزه اللي ديما هكا ترجعنا للجذور والاصول والحاجات اكيد القديمه الكل. رعد هذا ولا رعد هذا؟ ظهر لي ربي يرحمنا يرحمنا برحمته. لا جاي مطره به ان شاء الله، ربي يرحمنا برحمته ان شاء الله، ربي يرحمنا امين يا رب. يعطيك الصحه. هكا جبدنا التويزه والرغاطه كمطر ان شاء الله ربي يرحمنا، جاي الصابه معاها باش نعملوا تويزه. يعطيك الصحه سيدي، هذه كلمه وحكايه. يعيشك ربي يفضلك. كلمه وحكايه، كلمه وحكايه. يلا احنا مكملين معاكم بعد شوي، باش نعطيكم دي فلاش انفو فيما يخص اهم الاخبار اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي مع زميلنا حسين. مكملين معاكم تسويس بالموسيقى ورجعينا. الموسيقى المغاربية توصلنا معكم للخمسة واثنين وثلاثين دقيقة، احنا هكا مكملين معكم في جوك على 93 حتى للستة. انتوما تسمعوا في جوك على 93 مع نور من الاربعة للستة، مع طقس اللي بكل اجواء حلوه برشا برشا، ونخلي تطاير يا جماعه البرا قولك بالحق. ردوا بالكم على رواحكم شنو عملك ستار اكاديمي؟ انا حطيت كهربت، انا حطيت كهربت ما لقيتهاش طارت هلي. ردت انا قل مجهود. امين يا ربي، امين يا ربي. شنو باش نعملوا طله على اهم الاخبار اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلت برشا مع حسين. مرحبا حسين مرة أخرى. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. مرحبا بيك يا سيدي، نورنا بوجودك. إيه عايشك الله يخليك. طلع معك أنت على الأخبار. ألوغ عنا نورمالمون ثلاث أخبار، عنا أربعة. الأخبار الرابعة عاشر عاين نبداو به مانا ولا كيفاش؟ نخليوه للاخر، نخليوه للاخر باش نحكيو نور في البدايه على خبر مهم وظاهره قاعده كل يوم تنتشر اكثر واكثر. نحكيو على ظاهره الحرقه، الظاهره اللي رغم المجهودات للحد منها الا انه للاسف كل يوم قاعدين نسمعوا في عمليات اجتياز للحدود وقاعدين نخسروا في مواطنين. البارح وحدات تابعه للاقاليم البحريه للحرس الوطني بالساحل والوسط احبطت اربع عمليات اجتياز للحدود البحري، وكانت أنقذت الوحدات هذه 88 مهاجر من جنسيات مختلفة. إلى متى باش نقعد ونفقد في توينسا تقريبا بمعدل كل يوم عملية اثنين اجتياز تقريبا بمعدل كل يوم؟ موضوع يعني موضوع ولا روتيني ولا يعطيك الصحة ولا روتيني تقريب. موضوع روتيني نحكي فيه كل يوم تلمو احنا من خلالنا يعني احنا كوسائل اعلام نحاول لو ماكسيموم بوسيبل انه نحكي فيه، بالعكس باش العباد توعى خاطر ماهوش باكي تقول قداش نفقدوا فيها. معناها العمليات هذوما ديما فما ارواح نفقدوها فيها والعباد مازالت قادمه على الحرقه. نعرفوا احنا الاسباب دائما حكينا فيها،
الاجتماعية، الطبقية، البطالة وغيرها من المشاكل، ولكن هذا ما يمنعش أنه نلتجأ للحرقة. شكر كبير ساعة للإقليم البحري اللي الحقيقة ديما قائم على يعني حراسة الحدود وعلى المجهودات الكبيرة اللي قام بها باش أموا على قناة إنقاذ أرواح بشرية. زادة بليكو هو للأمانة رغم اللي حتى وسائل الإعلام قاعدة ديما تتطرق للمواضيع خاصة متاع الحرقة والحملات اللي زاد كيف كيف قاعدة تصير، حملات برشة، حملات توعوية وتحسيسية، إلا أنه هذا الكل ما حدش من الظاهرة هذه صحيح التوى ما حد منها، حتى من الأعمال شفنا حتى من الأعمال الرمضانية المسلسلات زادة من البخوت قاعدة نسطوا في الأضواء على ظاهرة الحرقة. أرو اليوم نور قاعدين نشوفوا في عائلات تحرق، راهو قاعدين نشوفوا في مرأة وببيات معاها في البحر. معناها قبل كنا الحرقة كانت معروفة عند خاصة فئة الشباب، فئة الشباب. اليوم ولينا نشوفوا المرأة وزوز ببيات وثلاثة صغيرات تلقاها في شقف مريسك بروحها، وبقي الصغيرات هذيك ساعة لساعة تلقى البو والأم والصغار مع بعضهم حارقين. شفنا زيادة صغيرات متاع ستيامانية وتيامانية، فما مسلسة ابتدائي معناها شنو نقطة استفهام، نقطة استفهام. اليوم تلقاه في السادسة ابتدائي ولا في السابعة أساسي مشي حرق، أنا نعرف معناها الديكا متاع صغار صغار مشي وحرق وما فهمتش أنا أول حاجة الفلوس كيفاش جابوها وكيفاش معناها أولياءهم كيفاش خلاوهم، حتى المسؤول اللي هو المسؤول على الحرقة مش يخليهم كيفاش بالحق اعطى قلبه. وانا هاني في العمر هذي في العمر هذي ساعات حتى ما خممش ما ثم فراغ تشريعي على مستوى ولا عقوبات لازم الدولة تضاعف العقوبة من ناحية أولى، وتكون العقوبة دي مضاعفة على اللي يهز في البط اللي عم يستعمل فك البواخر ذكما أنا فك البطوة ذكما وذاك الحجر الشقف كما يقولوا باللغة العامية لازم تعمل معها، معناها العقوبة تكون سلبة الحرية وقوية باش هو يولي خاف فما ردع كبير هذو مجرمين. أنا الحقيقة سي إبراهيم ممكن ياسر ما نشاطركش الرأي في النقطة هذه، تعرفش علاش؟ خاطر وقت اللي يقولوا مثلا الناس مشيت باش تحرق وقت اللي يتم إلقاء القبض عليهم وباش منحاكمهم بعام وبعامين. الحقيقة هو الخبر اللي باش نحكي فيه بعد على نقص المواد الاستهلاكية. اليوم أنت تعرف الظرف الاقتصادي والمعيشة اللي يعيشوه التوانسة دونك راهو ما نجموش اليوم هو تعرفش يقول لك اللي باش يحرق يقول لك انا ميت في بلادي انا في بلادي لقيت لا زيت لا سميد لا سكر لا خلط لا لقيت خدمة لا لقيت حتى شيء انا ميت معني خلينا نمشي كان موت غادي يعني موت سينو هاني معني ما هوش هذا الحل ما هوش العقوبات هي الحل يلزم على الاقل ما نعرفش فما وعي وعي لهنا فما وعي لازم يصير معناها توفر على ما عادش هذاك جهدها الدوله انا نخرجش ندافع على الدوله انا هذاك جهدها واذا كان ما تنجم تعمل اكثر يا عم خاطر شباب اولادها ذوك ما ثاني حاجه لي اكثر معناها يزيد يالم اكثر كي ترى كما قلت انت بكري بو وولد وبنت ومرته حبله هما ماشيين باش يقتلوا واحد مش باش يقتل فهمتني هذه راهو يا جماعة موضوع بالحق كبير موضوع كبير أكيد دائما الحقيقة كنا نلقاو الفرصة باش نحكيو فيه نترقوا ونحكيو فيه وعلى أهميته خاصة صحيح الوعي ديما أكيد بلاصتو موجودة حتى هذه مسؤوليتنا الناس الكل باش أموان تصديو لها الظاهرة الاجتماعية اللي قتلت شبابنا وقتلت توا معش كما قلنا يعني مقتصر على حتى فئة عمرية قتلت أرواح بشرية وباللي يكون توانسة نحكيو عليهم إن شاء الله يجي نهار انه ما عادش نحكيو عليها مش على خاطر كثره ما عادش نحكيو عليها خاطر ما عادش فما اسبيرون نحكيو على اكيد على عالم مثالي جدا الاخبار اللي بعده نتعداو الاخبار الثاني باش نحكيو فيه على نقص في المواد الاستهلاكيه. اليوم شهر رمضان قرب لكن التو ما زلنا في دوامه النقص في المواد الاستهلاكيه كيما الزيت كيما السميد وتو رجعنا لمشكله الغاز اللي رجعت تفقد النهارين هذوما رجعنا نحكيه على الغاز اللي تفقد بصراحة اليوم المواطنين
مستقين من اللي قاعد يصير. اذا رمضان مازالوا 4 أو 5 أيام والغاز ما فماش زيت ما فماش, كيفاش باش ينجم يعدي شهر رمضان؟ وهذه نور مواد اساسيه ما ينجمش المواطن يستغنى عليها, كي نقولوا غاز يعني باش يطيبوا بيه وغيرها من اكيد يعني باش معناها سي نيسيسير الغاز. وانا تفكروا عاده اكل هالم اللي صارت عامنا وال شد الصف والله بال 12 ساعه والله وصلت بال 12 ساعه بالحق على دبوزه غاز عامنا, ولكن كل كوشمار الحقيقه. فما عباد عندها غاز دو فيل ميرا ولا ماجوريتي متونسه ما عندهاش باش تترقع ولا باش والله هو نتش عن اضراب عمال تاع المعمل في بالك المعمل كان شحن ولا قديش هذاك على ايش صارت البنيري هذيا ولا العمليه عاديه تزود عادي هنا سي ابراهيم وقت نحكيه على اضراب 3 أيام في الشركه نتاع الغاز انا نمشي معك في نقطه انه العقاب انا من المنبر هذا مثلا يعطيك الصحه انا هنا ندعو انه على الاقل السلطات تطبق القوانين على الناس هذوما محتكرين هذوما قاعدين يلعبوا بقوت التوانسه وقت اللي اضراب معناها ياخذوا راحتهم في الاضراب بثلاثة ايام 4 أيام ومصالح الناس حابسه على جل الطلبات نتاعهم حتى بالنظام العام معناها مادام انت لهنا القوت نتاع المواطن وداخله في الحاجات الاساسيه للمواطن الو قاعد تضرب في مصلحه البلاد انت لهنا الو صحيح فما حق الاعتصامات وهذه معقول ولكن انه حقك تاخذه بالتعدي على حق الاخر لهنا يولي ما عادش عندك حق القانون هو خول الاداره تسخير الوالي نجم ياخذ يعمل تسخير للعمال هذوما باش يرجعوا يقنعوا راهم اذا ما يستانفوش يعاقبهم بالضبط. خبر الموالي يا حسن. الخبر ثالث نور خبر القاصة دي على وسائل التواصل الاجتماعي واللي هو عودة الأعلامية هالة الركبي للتلفزة من جديد بعد غياب 12 سنة تقريبا. هالة الركبي باش ترجع بعمل جديد اسمه من الزمن الجميل واللي باش تستضيف فيه عمالقة الفن من الزمن الجميل واللي أغلبهم مغيب على الساحة الأعلامية كينو هلا فهمت الشعب شنو يحب واكيد راهي درست العمليه بقديه وقررت باش ترجع للساحه الاعلاميه سي تري بيان والله حاجه تفرح يظل اخر عمل نتفكروا ليه شمس لحد هي عملته هكا وليس وهي شمس لحد ولا شمس لحد كان يعني برنامج نتفكروا يبدا من الصباح يفحط الواحد يدوش وسي بون يمشي الحجامه وراك شعر ويخدم الخدمه نتاعو الركبي مازلت في التلفزه اما الحقيقه من الحاجات هي الركبي من الاعلاميات اللي قدمت للتلفزه التونسيه اللي احنا اسوسي معاها معاك النوستالجي نتاعنا نتاع الصغر ونصور برشا من الناس يعني فرحوا اللي هي الركبي باش انا على فكره حضرت معاها في برنامج هي الركبي صافا مش عوايدك لا حضرت معاها مع المنتخب الجهوي الموسيقى بقروان الكونسرفاتوار عام وقت 2006 2006 وقت هذوني حصيلو كان صغير 2006 معناها نحكي على وفاء وعهود فوالا صحيح وقتها كان وقتك عملنا مشاركه وقتها مع المنتخب الوطني مشينا وقت البرنامج على الركبي استدعونا وكانت حاجه هكا شفت المباشر وشفت هيلا الركبي وقتها صح السر كبيره وقتها هيلا الركبي حاجه والله هي نفرحوا لها اللي قام من قامات الاعلام التونسي ترجع للتلفزه التونسيه ونشوفوها في عمل جديد في رمضان ان شاء الله تكون على قد التوقعات. سينا الخبر العاجل عمي الخبر العاجل باش نختمو البرلماني صادق على الغاء الاجراءات الاستثنائيه لرئيس الجمهوريه كان صادق مجلس النواب المجمد اشغاله اليوم العشيه على الغاء جميع الاجراءات الاستثنائيه اللي اعلن عليها رئيس الجمهوريه 116 نائب صادقوا على القانون اللي تمت مناقشته هما معناها مجمدين وصادقوا على الاجراءات وهو مجمد اكيد هو مجمد اي واليوم العشيه يعني الاجراءات هذه صادقوا عليها هو باش نحكيوا على زوز فصول اللي الفصل الاول تلغى جميع الاوامر الرئاسيه والمراسيم الصادره بدايه من تاريخ 25 جويليه داك
وبالخصوص الأوامر عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية والمتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، والأمر عدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية، والأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر. الفصل الثاني ينشر هذا القانون بالرأي الرسمي للجمهورية وبموقع مجلس نواب الشعب ويعمم بكل وسائل النشر الممكنة ويدخل حيز النفاذ بداية من لحظة التصويت عليه من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسية. صح صح بالضبط إبراهيم. أنا هنا سؤال يطرح ونصور برشا مدى قانونية هالإجراءات هذه، والله ما عادش الواحد فاهم حتى شيء والله بالحق، معناها حتى ليزيكسبير ساعات واحد يحير. النواب المجمدين قاموا وقروا على ديستانس وما ديستانس عن بعد عن بعد عن بعد صار الكونفرنس وكنت، ولكن لهنا نحكيوا على مدى قانونية هالإجراءات، شو باش يجرى من بعد، شنو هي التدابير اللي باش تصير، شنو باش شو موقف رئيس الدولة من هال، مازال ما خرجش لحد الآن، لحد الآن مازال ما خرجش قرار من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة. تو مبدئيا هما باش يخرج مبدئيا هما صادقوا، لكن ما زلت هما صادقوا يعني. عملوا الاجتماع نتاعهم اليوم العشيه ايوه، ونستناو عندها الحكايه من بعد نص ساعه تصور حسين كيت ممكن سوس ساعتين ساعتين داك معناها تو نورمالمون في نتصوروا اهل القانون اهل فوالا، وفي انتظار كلمه رئيس الجمهوريه ولا حد من رئيس الجمهوريه انه يخرج ويوضح بالضبط مدى قانونيه الحكايه هذه، شنو مآل الاجراءات الاستثنائيه وغيرها من القوانين. يعطيك الصحة حسين، يعيشك، شكرا لكم. لم يتنا العديد من الأخبار في الميديا والاجتماع والسياسة، فاتتني أنا الحقيقة، فاتتني خبر هكا حادثة، هي مش خبر، هي حادثة طريفة صارت البارح قدامي. مواطن خزر خلي باش نمشي مش نمشي للأخبار نشري من عندهم السميد والسكر، قلت له علاش؟ قال لي أنا ما نسمع كان في فم الزيت وفم السكر وفم الفرينة كان في الأخبار، قال لي باش نمشي نشري صح مش يمشي لا يعطيك صح، مش يمشي الوسائل الاعلام اللي تحكي على انه موجود ومش يشري من عندهم هذيك. شكرا لكم عند حسين الخبير ديما يحكي عليهم في الاخبار. يعطيك الصحه يعيشك الله يخليك شكرا. هذه هو كجونا شنو باش تكون ان شاء الله هكا تكون معنا ونلقاوك ديما معنا في جوك على 90 3 تبعت عليها الاميسيون وتبعت عليها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بك يا سيدي وبلاصتك ديما موجوده. بعد شويه احنا مزيد دقائق على نهايه الاميسيون باش نكملوها اكيد بالصحه الجبائيه في اشليك واش عليك، ولكن توت سويت مكملين معاكم بالموزيكا ورجعينا. انتم تسمعوا في جوك على 90 3 من 4 ل 6 دائما مكملين معاكم ووقيت نحكي وكل ما هو صحة جبائية تثبت في أشليك واش عليك. أشليك واش عليك واش عليك. مرحبا بك أستاذنا اللي ديما منورنا بكل ما هو أخبار جبائية وصحة جبائية ثم المواطنين الكل. مرحبا بك مرخ. مرحبا نور، مرحبا بكافة المستمعين أو في حياة فهم. اليوم مش نحكيه على كيفية الحصول على باتيندا، باتيندا من طرف الأشخاص طبيعيين مش الشركات، نحكيه على أشخاص طبيعيين. معناها أنت مش حب تعطى نشاط، مش حل مثلا حماس ولا مش حل خضار ولا مش حل كذا، أي نشاط كيفاش أي نشاط معناها يكون نشاط تجاري أو صناعي أو خدمات، كيفاش تحل باتيندا قبل ما تبدأ تخدم باش تبدأ تتزود بالصراع وكذا وتتسجل في السنساس ولي عندك كارنيك نام معناها وتتمتع بالامتيازات الكل اللي تخولها لك القانون. بالنسبة لفتح باتين ده أول حاجة تكري محل، مش حل مش عامل نشاط ذاك، تكري محل باش تخصص له نشاط ذاك، العقد الكراء ذاك تمشي تسجله في القبض ب 30 ألف الصفحة تزع ثلاثة
ثلاثة صفحات، أنا تأخذ قبالة زوز عقود وترجع لك عقد. إذا كان العقد ذي من ورقة بركة، من صفحة بركة، تخلص عليه 30,000. إذا العقد ذي من صفحتين، تخلص عليه 60,000. داكوردو؟ واضح. الحاجة الثانية، تمشي تأخذ مطبوعة اسمها تصريح الموحد. التصريح الموحد هذا يتعمره، فيه الاسم واللقب وشنو نوع النشاط والعنوان النشاط في المشحل، وتاخذ على النظام الحقيقي او التقديري تاع مكروا، وتعميرك المعطيات هذيك سهله تعميرها، معنا اسهل منها ما يكون. ابراهيم معناها الريجيم ريال ولا الفورفيتير؟ ولا الريجيم ريال ولا فورفيتير؟ تو نحكي هنا على الريجيم فورفيتير. باهي سهل ياسر، تو نحكيو بعد الحلقه الجايه ان شاء الله نحكيو على الاصناف، شكون ملاخذ على النظام التقديري وشكون ملاخذ على النظام الحقيقي. تو اليوم نحكيو على النظام، على الاشخاص السبعين الخاضعين النظام التقديري. تقديري النشاط صغار المستغلين هذوما منتجات الصناعه التقليديه، الصناعات الحرفيه، مشاريع صغرى. المشاريع الصغرى مثلا نقولوا احنا خضار، عطار، بيع التوابل، هي صحيح فهمتني، بيع التوابل، بيع الطبخ، بيع الشرايط، بيع الفخار، حماص، لكن نوع ذاك حد مثلا صناعي، حداد، نجار، صنع الفخار، الزربيه مثلا، مهن غير مهن الحرف هذيك، جماعه الخدمات اللي هما من غير المهن الحرة، من المهن الحرة تعطيها، مش طبيب ولا محامي ولا مستشار جبائي ولا حاجة، نحكيو على الناس الأشخاص الآخرين اللي هما مثلا جماعة النقل الريفي، التاكسي، اللواج، لحام، يصلح في البساكل، لحام صحي، رحاي، حلاق، اللي عنده لافاج بتاع فنتي لافاج وطوب بتاع غسيل السيارات، هذوما الكل وما عندهم محل واحد، مش برشا محلات، ما عندهم حانوت واحد، هذوما ينجموا يتمتعوا بالنظام الحقيقي اذا رقم المعاملات نتاعهم السنوي ما فاتش 100 مليون. واضح. شيفر دافير. شيفر دافير انيال ديباس با 100,000 دينار. معناه رقم المعاملات السنوي ما يفوتش 100 مليون. باهي. هجماع هذوما معناها يمشي لازم يحلوا باتيندا، يتصلوا بالقباضه. بعض اللي وين العنوان نتاع المحل، وين المحل العنوان نتاعو، مثلا هو المحل في الحجام، نقولوا في الحجام، يمشي يتصل بالقباضة نتاع الخوارزمي مقابل المجازان. اذا المحل في المنصورة يتصل بالقباضة نتاع المنصورة. صحيح. قبل ما عمل دخان. قلنا يهز عقد الكراء هذيك نتاع المحل مسجل، ولا شات ملكية اللي عنده محل على ذمته، ومع ثلاثة نسخ من بطاقة التعريف، وثلاثة نسخ من الشهادة العلمية إذا عنده شهادة علمية، ولا ذيك شهادة تكوين، عامل تكوين وعامل سيفي ولا حاجة، ثلاثة نسخ منها، ويعمر هاك المطبوعة بتاع التصريح الموحد في ثلاثة نسخ، دونك يولي معناها كأنه عمل ثلاثة ملفات، يهز من الشباك من المخاطب الوحيد، يعطيه وصل مقابل ذاك، شباك المخاطب الوحيد يحتفظ بملف، ويبعث ملف فوق الكنترول باش يطلعوا الباتيندا، والملف الثاني يمشي يسجلك الشخص هذاك في الضمان الاجتماعي سنة اساس باش يتنعم بال اي باش يتمتع بالتغطية الاجتماعية. سنة اساس اش يعمل؟ يسجلوا عنده، يعطيه نمره ويسجلوا، ويبعث الملف نتاعو للكنا. السيد هذاك يحل الباتيندا، كي يمشي للإدارة وفي 48 ساعة تعطيه الباتيندا، هي ما يلزمش يغفر على ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى يلزم يمشي للسنساس باش يتفقد وياخد نومرو ما عندهم من السنساس، قداش النومرو متاعه، ياخد نومرو متاعه وكذا، ولي كل ثلاثية عنده الفراس متاعه يخلص باش يعرف قداش. حاجة الحالة الثانية يتصل بمعناها المركز الوطني للسجل التجاري، فهمتني، باش ياخد سجل التجاري متاعه، الريجستر دو كوميرس. هذوما اساسيين في حياته. داكوردو، باش ينجموا. الحاجه الثالثه اذا كان مثلا هو عنده مش ياخذ قرض بنكي ولا كذا، يلزم رقم الحساب الجاري هذاك يعطيه للقباضه، يقول لهم هاو رقم الحساب الجاري نتاعي، يعطيه له. هذا علاش؟ باش يبدا السيد هذايا يخدم القاعده صحيحه، خدمه سليمه، ويبدا يتعامل واضح مع الدوله، واضح مع القباضه، واضح مع الدوله، مع القباضه، مع امور قانونيه، امور قانونيه، فهمتني،
وربي يوفق الجميع. امين يا ربي. انا سهل ياسر باش 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 تكون العمليه واضحه كما قلت سي ابراهيم. المره الجايه ان شاء الله نحكيو كيفاش تغير الباتين، باش تغير النشاط نتاعك، كيفاش تزيد نشاط ثانوي، كيفاش تغلق الباتين، كيفاش تحولها من الولايه للولايه والمعتمديه للمعتمديه ولا من حي لحي. هذو ما طوم نعطيوكم مبسطين معنا باقصى ما يمكن. لا هذه يعطيك صحه سي ابراهيم اللي دائما بيوصلنا المعلومه على المسامع الناس الكل. وهذه كانت اشليك واش عليك. اشليك واش عليك. واش عليك. هكا وصلنا معكم لنهاية الميسيون نتاعنا لليوم. تحية كبيرة للناس الكل دائما في المتابعة، تحية للكيب الكل اللي كانت معاكم لليوم. شكرا كبير، شكرا كبير زميلتنا أمنا، شكرا كبير زميلنا أيمن اللي قال معنا اليوم في الإخراج التقني، سهيل في الديجيتال، شكرا كبير لك أنت حمزة بالشيخ، إبراهيم شايبي، حسين اللي كان معاكم، وأيضا كنت معكم نور بيجي مقدم الميكرو. يعطيكم صحة على الفوت على الباج أوفيسيال متاعنا. جو رمضان وأم زين الجمالية، هكا باش نختم معكم الإيميسيون متاعنا لليوم. إن شاء الله غدوة كلنا موعد معكم في آخر موعد قبل شهر رمضان المعظم بالنسبة للسيزون هذه. ما بقى لي كان باش نقول لكم تصبحوا على ألف خير. جوك على 93 وتحفل العشوية 1 2 3 4. من الاثنين للخميس من الاربع للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 93 على الحياة الثانية. حفالي وجونا عالي.